صباح الخير، كيفكم جميعا؟ ان شاء الله تمام. هلا نحن رايحين مشوار على منطقه اسمها منطقه معلبك، هي بالاحرى مدينه معلبك بلبقوها بمدينه الشمس. انا والمعلم عيد من الجاليه المصريه بلبنان، وهذا الصديق اعز صديق عندي، وان شاء الله حيرافقني بهالمشوار والله يوفقنا يا رب. وعلى الطريق ان شاء الله حتشوفوا مفاجآت حيعملها عيد ان شاء الله، وهلا بالفلوج بتشوفوا شو هي المفاجآت. تحب اسنانك خلى شيء لك. انا عارف يا ما خلى شيء ابو لا. انا ارجل بقى ارجل ارفع ارجل يلا رب العظيم احسابا انت قعدنا شي ساعه على الارجل يا خربنا خربان بجد. شو رايك بالمشوار يا ابو ولاء؟ مشوار كثير كثير كويس الحمد لله، توفقني بس ما قدرناش الخدمه بتاعتنا، بس الحمد لله بينعاد. اكيد 100% ان شاء الله. هلا لوين رايحين؟ عن ارجل. احلى ارجيله كثير كثير بمعلبك. احلى ارجل اطيب ارجيله مع اطيب زلمه معلم عيد، بس حبيب الشعب حبيب الملايين، احلى شيء في الدنيا الارجيله. شو رايك بالقعده هلا؟ قعده كثير كثير كويسه بعلبك، احلى مدينه بعلبك. شو بتشبه بعلبك منطقه بمصر هيك هالاحياء وهيك، شو بتشبه؟ يا اللهم صل على النبي، يعتبر حلوان. فين؟ حلوان. منطقة حلوة؟ كثير كويسة. ناسة كويسة. Thank you.
هلا نحن خلصنا مشوارنا، كان مشوار كتير حلو و اكلنا لحم صفيحة بعلبكية وارجلنا بوجه القلعة، وهلا نحن متجهين على بيروت. ان شاء الله الله ييسر لنا امرنا. هلا نحن بدنا نسوق المعلم عيد السيارة ولنشوف المهم اذا حتكون صعبة ولا هينة. ان شاء الله بدك تشيل اجرك على الفرن شوي شوي. شيل اجرك عنا وخليك ماشي هيك شوي شوي، عصف بنزين شوي شوي. شيل اجرك على الفرن، شيلها كلها، ضلك ذاكر يمين بنزين والفرن الشمال. عص بنزين شوي، عص اوكي شوي شوي روح دعس، خلي هيك شوي دعس خلص تمام. هلا مثل ما شايفين عيد ماشي على سرعة 20 كيلو متر بالساعة، وخليك شوي شوي بس بدك تشيل اجرك على البنزين. اوكي دعس بنزين، لحظة شوي شوي شيل اجرك، شيل اجرك شيلها. اوكي بدك تشوف السيارات، عاس فريم شوي شوي، فريم ايه عاس عاس اطلع عنا، تعرف تطلع عنا؟ لا فريم. اوكي خليها تمرق السيارة، روح عاس بنزين شوي دقيقة خليك شوي اطلع عنا، اطلع عاس بنزين دعس اوكي دعس اوكي هيك تمام، خليك مسيطر على الوضع، خليك هيك جالس على الطريق، خليك هاد عن الطريق. يعني السواقة ما رح تكون هينة من أول مرة، بس إنه منيح واحد يجرب أول مرة. لا اللهم صل على النبي، خليني أعدي الشر، بس خليك الجنب، خليك يمين شوية. هاي خليك هيك. شوية. ما بأثر، عاس بنزين، عاس اوكي تمام. هلا صرنا على 50 كيلومتر بالساعة تمام، كل شيء تمام لحد هلا الحمد لله. نحن هلا عم نسوق بعلبك ما شاء الله، اول مرة ماشي الحال تمام. اهم مسجد الدركة السيوان وتضلك ماشي عاس بنزين. شوف تمام، بس في سيارات لحظة فريم، شيل اجرك، روح عاس بنزين، روح عاس في سيارات ورا، خليك داعس. مسيطر على الوضع شوي خلص صار اللي ورا تعدي بتعدي لحالها، تعس بنزين على اليمين وفريم على الشمال، تعس عادي هذا الطريق هلا يا ابو ولاء. احلى ابو ولاء الحمد لله الحمد لله، ما فيش حاجة صعبة يا اخي والله العظيم. شو مفكر انت؟ يعني فعلا كل حاجة تبع الممارسة، وان شاء الله باذن الله لازم اتعلمها باذنك انت يا رب. ان شاء الله ما فيش شيء صعب. ما في حدا بيخلق من بطن امه بيعرف كل شيء. الحمد لله. شوي. العلم في الراس مش في الكراس. انت هلا لحالك الدركسيون بدك توازي انك هيك ما تطلع لفوق لا على الشمال يمين، خليك جالس. انا ماشي على الخط اللي هو في النص. تمام، هذا هو، هذا المطلوب. ممكن مثلا ما تحركش الدركسيون الاول ويكون ثابت؟ اللي ثابت. شوي 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 شو
عاص بنزين. خلي عم تدعس. أنا زمور. عشان أعرف. أنا. كاين كاين. تكرم عينك. روح 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 تعال 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 تعال. بس هيك. تمام؟ تمام الحمد لله. هلا شوي 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 بعد بعد روح روح اوكي بعد بعد خلي بس اقطع اليوتيرن هون شوي شوي اوكي لحظه فريم لحظه فريم فريم على الاخر دايس فريم هون طلع على البي قدام خالص ايه على البي بعد شيل اجرك وقف السياره شو رايك حبيب قلبي بعلي كله تمام احلى بعلي هيدا احلى سواقه ان شاء الله انتظرونا بعد مره ثانيه بسواقه ثانيه ان شاء الله باذن الله شكرا يا احلى بعلي حبيبي يلا عايز فاتوره بعلي بقى فزت شو
الشرفية، كانت كزورة كتير حلوة. إن شاء الله بنعاد المشوار. شو رأيك أبو ولاء، بنعاد المشوار ولا لا؟ إن شاء الله يا ربنا يا رب، إن شاء الله ينعاد. كزورة كتير كتير حلوة وعدت على خير والحمد لله، كله على ما يرام. الحمد لله. شكرا خي ابو علي على الفرصه السعيده الحلوه لي. شكرا كثير لك. ان شاء الله المشوار الجاي بكون على ضيعه اليونين ان شاء الله. يلا يعطيكم العافيه.